ولا جديد يذكر ولا قديم يعاد. ليفربول بيخسر تاني من ريال مدريد، وريال مدريد بيقدر يتفوق على ليفربول مش فاكر للمرة الكام بصراحة، وبيصعد لدور الثمانية في مباراة ذهاب سيئة للغاية، ومباراة إياب ليفربول بيظبط حاجة فالحاجة التانية بتضرب. هنتكلم النهاردة عن مباراة ليفربول وريال مدريد في دور 16 في دوري الأبطال. سيبك تخش بأي حاجة، انزل اعمل لايك، ولو مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان الحلقات تجيلك أول ما تنزل على طول. يلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في الهجاصين. اهلا بك، اهو جاي في حلقه جديده من اوت التحليل، وحلقه النهارده هنتكلم عن ليفربول وريال مدريد. ريال مدريد اللي انا مش فاهم فيه ايه، يعني انا بجد مش فاهم لحد امتى او مين الفريق. خلينا نسال سؤال الوجودي اللي ملوش اجابه، مين الفريق اللي هيوقف ريال مدريد في دوري الابطال؟ مين الفريق اللي هيخلي ريال مدريد يقف عند حد بقى خلاص؟ لو انت جيت هنا في حته سده تخرج. السنة اللي فاتت قلنا باريس هيخرج، ما حصلش، قلنا تشيلسي ما حصلش، قلنا سيتي ما حصلش، قلنا ليفربول في الفاينل بقى خلاص، ده موسم التوهج لليفر، وليفر بينافس على 4 بطولات واخد 2 وناقص له 2 وتوهج بيكسب الشامبيونز السنة اللي فاتت، في ظل ان كل الناس بتقول لريال مدريد مستحيل مستحيل يصعد من باريس وصعد، مستحيل يصعد من تشيلسي وصعد، مستحيل يصعد من سيتي وصعد بسيناريوهات مجنونة. بيجي في السنة الجديدة بنشوف ريال مدريد بيكسب ليفربول 5-2 في الانفيلد في مباراة سيئة من كل شيء، سواء من اداء لاعبين فرديا او سواء من تكتيك مدرب يورجن كلوب او كل شيء. انت تبقى كسبان ريال مدريد 2-0، انت المفروض تقفل دنيتك وتقفل ملعبك وتلعب جيم دفاعي مقرف وتخرج بال 2-0 عشان ما تحطش نفسك في مأزق، ولكن انت اخترت بعد ال 2-0 في الانفيلد تفتح خطوطك وتتعشم وتقول اه ده الريال واقع هضربه بالثالث والرابع وخلص الماتش من الذهاب، فالريال هو اللي قلب عليك المباراه وخلص المباراه من الذهاب عشان تروح مباراه البرنابيو. ما باليد حيله، ما باليد حيله، مش قادر تعمل شيء. نازل المباراه ب4 مهاجمين يتفسحوا في اسبانيا، جاكبو ونونيز وجوتا محمد صلاح، الاربعه نازلين بيتفسحوا. انت ما عملتش حاجه الشوط الاول ولا اي شيء، مش الشوط الاول بس، المباراه كلها انت مش عارف تعمل حاجه، مش عارف توصل لمرمى ريال مدريد، مش عارف تهدد المرمى. انت اه نوعا ما ظبطت الدفاع، وكوناتي وفان دايك كانوا افضل، وخطه ان انت تلعب هاي لاين وتخلي الدفاع متقدم وتلعب على مسار التسلل وكل الكلام ده كان جميل، وعرفت تظبط الشوط الاول، وبالفعل خرجت بكذا تسلل لريال مدريد وما عرفوش يوصلوا لمرماك الا بالقليل، الا بالتسديدات من خارج منطقه الجزاء بغباء فردي من لعيبتك اللي بيطلع كوره من كورنر او اوت او اي شيء بيطلعها في عمق الملعب. عمق الملعب ريال مدريد تسديدات من مودريتش ومن فالفيردي ومن توني كروس، كان ممكن اي كره فيهم تلبس جون، ولكن ربنا استرها معاك الشوط الاول وخرجت 0-0 في ظل اللي انت اصلا مش عارف تعمل شيء. انت بادئ المباراه باتنين في نص الملعب، فابينيو وجنبه جدو ميلنر، جدو ميلنر مش قادر يجاري لاعبين هم اكبر منه، يعني لك ان تتخيل ان لوكا مودريتش اكبر من ميلنر. حاجه تاني، لوكا مودريتش اكبر من ميلنر، بتشوف لوكا مودريتش محراط في الملعب، نحله نحله، بيجري بيجري جري وضغط جري وضغط ضغط ضغط ضغط، ميلنر مش متحمل، سن ميلنر وكواليتي ميلنر مش هيتحمل مباراه نص ملعبها توني كروس ومودريتش وكامافينجا، مش هيتحمل. في زي انت بتلعب بميلنر وفابينيو بس في نص الملعب، وتحاول تطير جابكو عشان يعمل الزياده الهجوميه مع الثلاثي الامامي، فبالتالي انت بقيت بتلعب باتنين بس في نص الملعب ضد ثلاثه وحوش، وحوش في تدوير الكوره، وحوش في الاستحواذ، وحوش في قطع الكورات، وحوش في كل شيء. بتلعب افضل نص ملعب في العالم، فبالتالي انت ما كنتش قادر تجاري ريال مدريد. ريال مدريد لعبها النهارده بمعلمه. ايه المعلمه اللي لعب بيها ريال مدريد النهارده؟ انا هاخد الكوره وهقعد اباصي باصات كتير من رجل لرجل، واقعد العب استحواذ كتير، واقعد ادور الكوره كتير كتير كتير، واخليك تقعد تجري ورا الكوره كتير جدا لهدفين. الهدف الاول ان انا احرمك من الاستحواذ على الكوره، وبالتالي الكوره تبقى معايا اكتر وقت ممكن، فبالتالي انت ما تقدرش تمسك الكوره في رجلك فما تعرفش تهددني، ده الشيء الاول. الشيء الثاني ان انا ارهقك بدنيا، والشيء الثالث وده الاهم ان انا ازهقك واحبطك خلاص، اخليك اللي انت خلاص انا مش هقدر اعمل شيء. لك ان تتخيل ان ليفربول بيلعب ب4 مهاجمين او 4 في الخط الامامي وما هددش مرمى
ريال مدريد غير مره واحده بس، عن طريق داروين نونز لما شاف الكوره وشالها كورتوا، والكوره الثانيه بتاعت جاكبو. بس كورتين طول شوط انت المفروض تنزل المباراه دي عايز تاكل الاخضر واليابس، ضغط عالي واستخلاص الكوره في نص الملعب وتهدد المرمى اثنين وثلاثه وتلعب عرضات من اليمين وعرضات من الشمال وتضغط ريال مدريد علشان تقدر تسجل فيه جون واثنين عشان ترجع في المباراه، ولكن انت ما عملتش شيء. انت النهارده مش قادر تجاري ريال مدريد، مش عارف تستخلص منه الكوره، مش عارف تستخلص الكوره من لاعبين بيحاولوا يزهقوك في ماتش. انت عندك كامافينجا في نص الملعب معلم، النهارده كل لاعب من لعيبه ريال مدريد فرديا كانوا افضل من لعيبه ليفربول بمراحل. اللهم اثنين كارفاخال وبنزيما، بنزيما ما كانش فايق النهارده، بيضيع كور كتير قدام الجون، اه سجل هدف ولكن بيضيع كور كتير قدام الجون. كارفاخال بلح، كارفاخال اسوأ لاعب في ريال مدريد، ولكن على باقي اللاعبين لا. انت عندك كامافينجا بصراحه ده اللاعب اللي تدفع فيه 100 مليون مع احترام التشاوميني. كامافينجا متكامل، اللاعب اللي يعرف يخرج بالكوره تحت ضغط، اللاعب اللي بيعرف يستخلص الكوره بدون فاول، اللاعب اللي يعرف يشوط من بره منطقه الجزاء، لاعب متكامل. عندك توني كروس النهارده بيطلع الكوره من تحت لفوق ويطلعك من تحت الضغط بكل سلاسه، بكل اناقه، بكل شياكه. ريال مدريد النهارده بيلعب افضل مباراه ليه في الموسم في دوري الابطال، في الموسم سواء في الليجا او في دوري الابطال. مباراه النهارده ضد ليفربول افضل كمان من مباراه الانفيلد على فكره، يعني ريال مدريد اه كسب 5 في الانفيلد ولكن ما قدمش مباراه زي اللي قدمها النهارده ضد ليفربول. ليفربول قدام ريال مدريد النهارده وكان ريال مدريد بيلعب مثلا كريستال بالاس او كانه بيلعب نيوكاسل او بيلعب اي فريق من الليجا، فريق بلا حيله ما عندوش اي حلول. حتى من على الدكه لما نزل لاعبين من على الدكه مش حلول، انت بتخرج لي ميرنر في الدقيقه 78 عايز تصعد ضد ريال مدريد في البرنابيو وبتلاعب ميرنر 78 دقيقه ايام مفتري. طب خلاص عندك مشكله في نص الملعب باينه من الشوط الاول، مستني لحد الدقيقه حاجه و50 او حاجه و60 عشان تغير، وتخرج فيرمينيو وتنزل فيرمينيو وتنزل اليوت عشان فيرمينيو هو اللاعب الوحيد اللي عندك في الخط الهجومي اللي يعرف يدعم لعيبه نص الملعب، يعرف يخرج منهم الكوره ويشدك لقدام. كل الكلام ده كسبت يونايتد قلنا بس ليفربول راجع 7-0 والدنيا جميله ويلا نرجع ويلا بينا والرجوع وكلوب فاق واللعيبه رجعت بورموث، تلبس في بورموث تلبس في ريال مدريد وهترجع على ارسنال ومانشستر سيتي. موسم للنسيان لليفربول، موسم بعد الموسم ده لو احنا ما دخلناش في الصيف غربلنا الفريق ده وجبنا فعلا فريق جديد يبقى احنا مش فريق عاوز يلعب على بطولات السيزون الجديد. السيزون الجديد لو وصلت دوري الابطال بص ايديك وش وظهر، لو وصلت دوري الابطال بص ايديك وش وظهر، لان انت بتحارب الناحيه الثانيه في البريمير ليج نيوكاسل وتوتنهام عادي جدا اي حد فيهم يطلع عليك دوري الابطال. فليفربول لازم في الصيف يغربله، وبالمناسبه يبقى في حلقه خاصه لليفربول في الايام اللي جايه ان شاء الله، في تجهيزات مميزه جدا في القناه الايام اللي جايه ومفاجات كتير جدا جدا جدا، فانزل اعمل اشتراك فعل الجرس عشان ايه تجيلك الحلقه اول باول. مبروك لكل جمهور ريال مدريد، مفيش كلام تاني اقوله، مفيش كلام تاني عندي. ريال مدريد هو ريال مدريد بتاع السنه اللي فاتت، هو شخصيه البطل. ممكن تلاقي مثلا ريال مدريد الماتش الجاي في الليجا ضد برشلونه بيخسر 5 عادي جدا، ولكن ريال مدريد في دوري الابطال بيتحول، لعيبته كلها بتتحول. مبروك لكل جمهور ريال مدريد، هارد لك لجمهور ليفربول، ان شاء الله باذن الله نقدر نصعد لدوري الابطال على الاقل في السنه دي في البريمير ليج عشان ما نخشش بقى في دوامه اليوروبا ليج والدوامه الجميله دي. ولو انت رحت اليوروبا ليج صفقاتك هتبقى مش بالقد اللي انت او الطموحات عند الجمهور، فالدنيا كلها تتلخبط، فان شاء الله نصعد للتشامبيونز ليج الموسم القادم. هارد لك لكل جمهور ليفربول، في الاول والاخر القرار شخص واحد هو رايي انا، المهم رايكم انت، قول لي رايك انت في الكومنتس وقول لي توقعاتك مين الفريق اللي انت بتتمنى يقع قدام ريال مدريد دي المباراه. لو انت مدريدي قول لي تتمنى مين تاخده في الدور الثمانيه، ولو انت مش بتشجع ريال مدريد قول لي مين الفريق اللي مين اللي صعدوا من السبعه اللي صعدوا لدور الثمانيه يقدر يوقفوا ريال مدريد الدور الجاي، قول رايك كله في الكومنتس. ولو حلقة بدك تخش اعمل لايك، لو مره شفتني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان حلقتي تجيلك اول باول. تابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك اليوتيوب على تويتر. وكمان اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.